ولكن جلال الدين لم يكون بمقدوره محاربتهم جميعا، فإذا حاول في الأمر سوف تكون نهايته هو ومن تبقى معه التهلكة لا محالة. لذا أخذ جيشه وعاد به إلى بلاده وترك الهند، فقد كانت إقامته بها منذ البداية مؤقتة بهدف استعادة قوته وتجميع جيشا يستطيع به مجابهة قوة المغول مرة أخرى. فعاد إلى غزنة وتمكن من السيطرة على العديد من الأقاليم بها ما عدا إقليم ما وراء النهر. وفي ذلك الوقت كان أخيه غياث الدين هو من يتولى حكم الدولة الخوارزمية، فقام المقربون من جلال الدين بإقناعه بأنه هو الأحق بالسلطة، فأخذ يتحرك لاسترداد سلطانه، حيث عبر نهر السند ليصل إلى الأقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية التي يسيطر عليها أخيه، فنجح أن يستولي على غزنة وكرمان.